يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد الأربعاء الموافق للعشرين من شهر أبريل الجاري متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة التي ستعقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الرياض بعد غد الخميس رافقت جلالة الملك المفدى سلامته في الحل والترحال